تتواصل فعاليات مهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون بديفيليه نهري في نهر النيل بمشاركة 21 فرقة مصرية وعشر دول أخرى. ويأتي ذلك المهرجان تزامنا مع تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني وتشجيعا للسياحة، ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة أسوان. بمشاركة 21 فرقة مصرية وعشر دول أخرى، بدأت فعاليات المهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون بديفيلي فوق مياه النيل. يأتي المهرجان تزامناً مع تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني وتشجيعاً للسياحة. فرقة جنى الفنون الشعبية اللي شايفينها حضراتكم دي لفت 21 دولة أفريقية أوروبية وعربية، تتكون من 40 فرد، بس النهاردة جايبين 20 عشان العدد. معانا اندونيسيا، معانا رومانيا، معانا كوريا، معانا بلغاريا، معانا السويد، معانا 10 دول أجنبية و10 فرق مصرية. دي مش أول مرة جميع المشاركات في أسوان في تعامد الشمس، لنا الشرف إن احنا بنشارك والفرقة بتشارك بالفن الشعبي الشرقاوي عامة، وخاصة بالعادات والتقاليد الشرقاوية. يشارك هذا العام فرق السودان وفلسطين واليونان وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسريلانكا وأندونيسيا وكوريا الجنوبية والمكسيك، إضافة للفرق المصرية منها أسوان وتشكى وسوهاج وقنا والأقصر والإسماعيلية وبورسعيد والشرقية والعريش والحرية ومطروح. تاريخ طويل الأقصر وفرق الأقصر، وطبعا احنا بنرحب بضيوفنا الموجودين الفرق المصرية والفرق الأجنبية. بنقدم رسالة حب وسلام من محافظة شمال سيناء لجمهورية مصر كل العربية كلها، انه المهرجان شغال ودول العالم مشاركة، ومهرجان جميل والناس مشاركة معانا وفرحانين. الفرق الفنية تلاقت على ضفاف النيل التي تزينت بأعلام مصر والدول العشر المشاركة في ديفيليه فني تضمن عروضا تفاعل معها الجمهور على شاطئ النهر وفي المراكب النيلية، حيث أدت كل فرقة استعراضاتها الفولكلورية فوق أسطح المراكب في كرنفال استعراضي يعبر عن الفنون بوصفها لغة التلاقي الحضاري بين الشعوب، متنقلين من مركب إلى آخر وسط تفاعل كبير من السائحين المتواجدين بأسوان على متن الفنادق العائمة ومواطني أسوان، وهو الذي يعكس روح التقارب والصداقة بين الشعوب على أرض هذه المحافظة العريقة.